نحييكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المستمرة من محيط استاد لوسيل بعد هذه المواجهة الكروية الشيقة والحماسية والتي انتهت والشرسة والتي انتهت بفوز المنتخب السعودي 2-1. نلتقي هنا الجمهور السعودي الذي رفض أن يبرح محيط استاد لوسيل فرحا. تفضل. نستفيد الكلمات والله انا اشوف الارجنتين منتخب ضعيف، ما هو ند ولا منافس ابدا للسعوديه. المنتخبات الثانيه نتمنى انهم يكونوا افضل واقوى من المنتخب الارجنتيني. طيب تفضل. حقيقه اليوم كان منتخبنا جميل جدا، كان روح جميله جدا قويه في داخل الملعب، الجمهور ساند. شكرا للشعب القطري على التنظيم الجميل، وحقيقه فوز يكتب للتاريخ على الارجنتين. كسرنا 36 مباراه ما لم يخسر فيها الارجنتين، اليوم المنتخب السعودي كسر هذا الشيء. الله اكبر. طبعا كان الجمهور له دور كبير جدا اليوم، كل الشعوب العربيه ساندت المنتخب السعودي. شكرا للمنتخب السعودي، شكرا للاعبينا الابطال اللي كانوا داخل الملعب. ظاهره الارجنتين انتهت اليوم على ملعب لوسيل هنا. انتهى المنتخب السعودي وادارات المنتخب السعودي. يعني صوره ميسي ميسي كان فقاعة موجودة فقط، واليوم انتهى أمام علي البلاهي أمام أبطالنا داخل الملعب. اليوم كان لاعبينا داخل الملعب أبطال كلهم وحوش. من بداية المباراة طبعا إلى نهايتها لعبوا أكثر من 100 دقيقة لعب رجولي داخل الملعب. طبعا كل لاعب كان موجود يلعب لأجل الوطن، لشعار الوطن فقط. احنا هنا اليوم جميعنا كل الشعب السعودي الموجود هنا هو لأجل الوطن وتشجيع الوطن. الجمهور السعودي فعلا، يعني الجمهور العربي ككل كان له دور حاسم في هذه الجمهور بنفس اليوم شال الملعب شيل في كل جهة وفي كل فئة وفي كل ركن. تشوف علام خضر وبدا الخضر ترنع في الملعب، عشان كذا نقول هاتوا البولندي هاتوا البولندي. من الجزائر جينا نساندوا اخواننا السعوديين. حياكم الله، اهلا. في كل مقابله رانا موجودين، رابطه مشجعي العرب. الله اكبر. كان لكم هتاف مميز الان، احنا بس بنقول هزوجه واحده بسيطه. والله غلابه مساكين يا ميسي يا ابو اثنين، والله غلابه مساكين يا ميسي يا ابو اثنين، والله غلابه مساكين يا ميسي يا ابو اثنين، والله غلابه الارجنتين يا ميسي يا ابو اثنين، والله غلابه الارجنتين يا ميسي يا ابو اثنين. شكرا لك. ايضا زوجة اخرى كانت موجودة. ميسي وينه؟ دقيقة يا شباب، سعودي كيف يمشي كده من كل مدينة لسعودي جينا. الله، من كل مدينة لسعودي جينا. احب اشكر بدوري اللاعبين والمدرب والجهاز الفني والجهاز الإداري، وأخص بالشكر الجماهير اللي أكثر من 90 دقيقة من قبل المباراة إلى بعد المباراة والجمهور ما سكت. شكرا للجمهور، شكرا لكل من حضر، شكرا للدعم، وإن شاء الله بإذن الله فالنا الفوز في المباريات الجاية. ومنتخب الأرجنتين هو المنتخب الأكثر ترشيحا لنيل بطولة كأس العالم هذه النسخة. المنتخب السعودي قام بهزيمته في قلب الدوحة قطر. الأداء، أداء المنتخب هل كان متوقع؟ أداء المنتخب كان على أرض، هل كان متوقع؟ صراحة كانت هناك أمنيات كثيرة جدا، وكان هناك ثقة وفي اللاعبين، ولكن في أرض الملعب أثبتوا الرجال جدارتهم وأثبتوا لعبهم، وهذا المنتخب السعودي لا يتحدث كثيرا وإنما يبان مستوى على أرض الملعب. حقيقة أنا أوجه كلمة لدولة قطر الشقيقة، حقيقة كلمة جميلة جدا. شكرا لقطر حكومة وشعبا. كلمة بسيطة تقول: أحرجتم من قبلكم وأتعبتم من بعدكم. حقيقة بالتنظيم الجميل اللي وجدناه في كل مكان، في كل مكان وجدنا تنظيم والله بالمسطرة، شيء جميل جدا. في كل مكان ذهبنا إليه هنالك تنظيم، هنالك تخطيط، كان جدا 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 جميل. فنقول أحرجتم من قبلكم وأتعبتم من قبلكم من بعدكم. ما أعتقد بعدكم سيأتي أحد بما جئتم به يا دولة قطر، ما أعتقد. طبعا الشكر للجميع،
اليوم كان يوم تاريخي للكرة السعودية صراحة. رجالنا اليوم اللاعبين أثبتوا للعالم وأثبتوا لجميع من حضر الملعب اليوم إنهم رجال، إنهم قد المسؤولية اللي صارت على عاتقهم. كثيرا من جماهيرنا اليوم كانت متخوفة كثير من النتيجة، وما كنا متوقعين أغلبنا إن هذه النتيجة وهذا اللعب الرجولي بيصير، بس صار اليوم شيء لا ينسى في تاريخ صراحة. اليوم المباراة كانت جميلة، مباراة استمتع فيها الجماهيرنا، استمتعت الحضور الآخرين جميع الحضور اللي كانوا معنا برضو استمتعوا، فشكرا للجميع وشكرا للقطريين بهذا التنظيم العالي. فقط هنا طيب حتى نكون من العراق. تفضل. من العراق جئت من العراق منتخب ما مشارك يا مرحبا، تضامنا مع دولة قطر اللي رفعت روسنا بالإعداد والتنظيم، وها هو اليوم المنتخب السعودي يرفع روسنا مرة أخرى ويقول كلمة العرب أنه قادرين على التخطيط وعلى الإعداد. نعم. وعلى لديك هنا ماذا كتبت؟ نعم، ردة فعل لكلمة أمير قطر. نعم. عندما قال أهلا بكم في بلاد العرب. نعم. لم يقل أهلا بكم في قطر، فالبطولة عربية بامتياز. نعم. فرحنا اليوم في حدث كبير بكأس العالم الأعلى نفيرا بأرض العرب، فخر وابتهاج وبالعبرات في زهو الأمير، فقد حيا تميم بافتخار جموع الناس في صوت جهير، بدوحتنا سلام وانتماء لدين الله والهادي البشير، تركنا خلف أظهرنا خلافا وجئنا نبتغي همس الضمير، تيقنا بأن القلب حي وأن المجد في عرق الصغير، وأن هواؤنا لا بد يمضي ليعلو عندنا صوت الزئير، أنا إن قلت في شعر افتخار فذاك لأننا نفس المصير، فيا رباه إنا بارتقاب بتوحيد الإسلام النزير، لأننا أمة كانت وتبقى خيارا من خيار للأخير. الله الله أشكرك. أنا عندي كلمة واحدة بس لكل الدول العربية اللي مشاركة. نعم. يدخلون الملعب يعني يشيلون رداء الخوف. نلعب مع أمريكا الجنوبية مع أوروبا، إحنا ما نخاف، 11 ضد 11، والسعودية اليوم إن شاء الله تفتح باب لتونس والمغرب وقطر، يعوضون إن شاء الله بالجاي، وراح نتأهل إن شاء الله دور 16 بإذن الله. تفضل. أهلا وسهلا. والله اليوم المباراة كانت رهيبة، والمستوى يشرف ويرفع الرأس، غير أن كان في تكتيك رهيب، إلا أن الحارس أدى مستوى خرافي اليوم. طيب. مرة الحارس يعني أداء الحارس كان لافت بالفعل. اليوم كان الحارس خطير، ما سمح الأرجنتين تصرف أبدا. سمح لميسي. تفضل. أنا جيت من الجزائر لأشهد فريق السعودي، ومباراة تاريخية ما شاء الله، وفرح الوجه يعني مباراة تاريخية، ومثل ما قال يعني الشجاعة من اللاعبين ضد الفريق الكبير الأرجنتين، وإن شاء الله الدول العربية الثانية تتأهل وإن شاء الله خير. أشكرك. إذن مشاهدين الكرام، هذه هي الأجواء هنا في محيط استاد ليسيل. الجماهير ذهبت، عادت محتفلة ومبتهجة بهذا الانتصار الذي أحرزه المنتخب السعودي. ممكن أيضا نتحدث هنا إلى مشجعة، تفضلي. معك هند بومشمر، كيف حالك؟ مرحبا، هلا فيك سيدي. أكيد غنقولوا ألف ألف مبروك للمنتخب السعودي، التاريخ يكتب من جديد بالنسبة للمنتخب السعودي، مباراة ولا في الأحلام. يمكن كل المشجعين لا العرب ولا السعوديين كانوا داخلين على المباراة وبيتمنوا أنه يكون مستوى جيد للمنتخب السعودي، وأنه على الأقل أنه ربما تكون خسارة بأهداف قليلة لحتى نحافظ على المعنوية. كان السؤال كم هي الأهداف؟ لا ايوه، كنا يعني يعني الجماهير كلهم نحن نتكلم كانوا بيقولوا يا رب انه ما تتعدى هدفين او تتعدى يعني مثلا ثلاثه. بس اللي صار انه يمكن ضربه الجزاء وضعت ضغط في البدايه على المنتخب السعودي، الهدف الملغى اعطى روح للمنتخب السعودي، وشفنا مباراة تاريخية يمكن الأمتع والأجمل والأروع في المونديال. الجمهور العربي، أنت كنت في مدرجات الجمهور، كيف كان أداء الجمهور كذلك يعني مؤازرة المنتخب؟ الجميل أنه كان في جمهور يعني مشجع من جميع الجنسيات، من المغرب، من المكسيك مش عارفة بيشجعوا مين، بيشجعونا ولا بيشجعوا السعودية ولا، فكان في هناك يعني شيء لا يوصف. التاريخ
كتب من جديد على أرض قطر، أرض الجميع. شكرا جزيلا قطر على التنظيم الرائع، على التسهيلات الجميلة اللي تقدم للجميع من الوصول للمطار للوصول للملعب. نتوقع أن هذه النسخة ستكون استثنائية للمنتخبات العربية، ربما البداية مع المنتخب السعودي، وبإذن الله غدا إن شاء الله معنا إحنا مع المغرب إن شاء الله. شكرا بالتوفيق. جزيلا بالتوفيق. موفقين إن شاء الله. إذن مشاهدين الكرام، هنا فرحة عامرة وابتهاج كبير بهذا الأداء الذي أبداه المنتخب السعودي. مرحبا، يمكن نتحدث إليك؟ نو. السلام عليكم. السلام عليكم. ممكن أنتم على الهواء مباشرة، تفضلوا. الفرحة، الفرحة واضحة. والله الفرحة ما توصف. اليوم تمبكتي ماسك ميسي، ميسي ما بين اليوم. ميسي ما بين البليه، تيت عليه بالعربي، قفل عليه، قاطع الماء والكهرب. رينارد ما قصر اليوم صراحة، بيضت الواجه. شكرا. تفضل يا ولد. أول شيء نبارك للشعب السعودي هذا الفوز، وإن شاء الله ما بس هذه المباراة، المباراة الجاية واللي بعدها، وانتظرونا إلى دور الثمانية وفي مفاجآت إن شاء الله. كلنا ثقة. بالإضافة نحب نشكر دولة قطر على هذه التنظيم الرائع. إن شاء الله تكون هذا التنظيم المميز يكون داعم لنا السعودية في تنظيم كأس العالم 2030. يعرفوا أن العرب يقدروا إذا حققوا شيء يحققوه، وإن شاء الله كل الدول العربية إلى الدور 16 في أمان الله. هذه قطر، قطر اللي رفعت رؤوس العالم وخاصة رؤوس العرب، جزاهم الله خير. اليوم نشكر السعودية على هاي المباراة، ونشكر قطر على هذا النظام الذي لم يكن له مثله من بعد من قبل. شكرا لقطر، شكرا لقطر، شكرا لقطر. أشكرك، أشكرك أيضا. كذلك ممكن تفضل. أولا قبل كل شيء نشكر لجنة المشاريع والإرث، نشكر حكومة قطر، نشكر الشعب القطري على ما لمسنا من حفاوة وتكريم من أول ما وطأ قدمانا في هذه الأرض الحبيبة. ثاني شيء أقول ميسي وداعية، يا أحلى هزيمة تجمعنا. صراحة المنتخب كان جدا لاعبين عندهم شخصية، كان من تصريح علي البليه الكابتن القدير لما قال إحنا ما راح نقابل ميسي، راح نقابل المنتخب الأرجنتيني بأكمله، كان تصريح مسؤول وكان شحذ للهمم. واللي شفناه في ملعب لوسيل شيء غاية في الروعة بالحيل. شكرا لك. أشكرك. تفضلوا. الله يعطيكم العافية. يا الله يعافيكم. ألف ألف مبروك للمنتخب السعودي. مبارك مبارك. مستوى جميل جدا، يعني ما توقعنا كذا، لكن الحمد لله على كل حال بإذن الله التأهل. ما الذي لفت نظرك في المباراة بتفصيلة في المباراة؟ تفصيل يعني تكتيك، يعني اللعيبة كلهم منتظمين، منتظمين صح، كل واحد من موقعه، تحركات اللعيبة، ويعني افضل من هذا كله الحماس، الروح، الروح يعني اللي يعني مثل تقول الجمهور ساعده اللي هم يعني حضورهم، يعني يحسون انهم بين ارضهم وجمهورهم. لاعب لفت نظرك واعجبت باداء هذا اللاعب؟ سالم الدوسري. والله يستاهل انه يلعب في المنتخب، وجميع اللعيبه لفتوا الانتباه ويستاهلون، كل منهم يستاهل انه يلعب يكون في محله، وباذن الله عقبال ما نصل ان شاء الله للنهائي. كيف تابعت الحارس وأداء الحارس؟ الحارس من أفضل، حارس المنتخب السعودي طبعاً. نعم نعم، من أفضل أداء حالياً في البطولة. أبدع وما قصر ضد من أقوى الهجوم في العالم، هجوم الأرجنتين معروف، ميسي، مارتينيز، دي ماريا، من الكبار النجوم، وأبدع قدامهم وصار أخذ أفضل لاعب في المباراة. أشكرك. كجمهور كمشجع كيف تابعت أداء ميسي؟ ميسي هو كمنتخب الأرجنتين ظهر ضعيف مقارنة مع الأداء اللي قدمه المنتخب السعودي. ما السبب الضعف؟ السبب هو الجماهير الكبيرة اللي كانت حاضرة في الملعب وشجعت الفريق المنتخب السعودي حتى الدقيقة الأخرى، وزاد الحكم 8 ديال الدقائق أخرى،
ومع ذلك قاوموا في هذيك 8 دقائق وربحوا، وان شاء الله بكل توفيق للمنتخبات العربيه والمنتخب المغربي غدا، وكنتمنوا جميع العرب انهم يشجعوا المنتخب غدا. لاعب لفت نظرك في هذا الاداء الكروي؟ صراحه انا ما عنديش مع العربي، عندي عاش مع الدارجه، ولكن احنا كنا اليوم كنا مع العربي السعوديه، كنا معكم، احنا كنموتوا على الارجنتين، ولكن الدوله العربيه بحال بحال في هذا الكاس العالم، راه كنا بحال بحال مع تونس دابا اللعبه دابا. شكرا شكرا، تفضل. أهلا. ما الذي تحب ان تقول؟ ابدا اليوم ابدا مستوى جدا عظيم، ضغط الى اخر دقيقه، جمهور جدا 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 حماسي اليوم، من اكبر المساعدات اللي كانت موجوده اليوم، الجمهور اللي ماسك من بدايه المباراه. ابداع من العويس، ابداع من سالم الدوسري بالهدف الثاني جدا جميل، مصيدة التسلل باين انه في تكتيك مدرب قبل المباراه جدا متعوب عليه، فالحمد لله مبروك الفوز. الحمد لله. اشكرك. اذا مشاهدينا الكرام، هذه هي الاجواء وهذه هي الفرحه العارمه التي ظهرت على وجوه الجمهور العربي بشكل عام، جمهور المنتخب السعودي. نلتقيكم في تغطيه قادمه ودمتم بخير.